هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. مرحبا جميعا، حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد. معكم الدكتورة رفيف السدراني، منسقة قسم تطوير المحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفنا اليوم الأستاذ ناصر الواصلي، أب لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد. الطفل اسمه عبد العزيز وعمره 10 سنوات. حياك الله أبو عبد العزيز، سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن تجربتك مع طفلك عبد العزيز. حياك الله دكتورة، حياك الله. يعطيك العافية. بداية حابين نعرف كيف ومتى حسيت نمو طفلك عبد العزيز غير طبيعي، مثلا مختلف عن الأطفال اللي حوله بالعائلة؟ طيب جميل. بالنسبة لعبد العزيز ولدي، أنا لاحظت أو لاحظنا كأم وكأب هذا الشيء تقريبا بعد عمر 2.5 سنين. عبد العزيز هو ولدي الأكبر، فكان تظل الأشياء ممكن في جانب، يعني ممكن هذا غير صحيح، ممكن لا الولد طبيعي بس كونه أول واحد، كون الولد إحنا بعيدين عن العائلة، فهذه الأشياء كلها كان أسباب يعني تراودنا الشكوك. ولكن في لحظة ما قررنا أنه عبد العزيز تواصله البصري غير معدوم، حركته الرفرفة هذه موجودة بشكل ملحوظ، أيضا الانعزال، يعني يبحث عن زوايا، يبحث خلف الأبواب، علما بأن الطفل في هذا السن دائما قريب للأب والأم. فكان عبد العزيز هذا الشيء الملاحظ عليه خلال يعني بعد 2.5 سنين تقريبا اللي احنا لاحظناه. ممتاز. فقبل 2.5 سنين كان الطفل عبد العزيز نموه طبيعي، ما لاحظتوا عليه أي ملاحظات أو أي أعراض؟ لا الحمد لله ما كان فيه، يعني ممكن احنا ما تركيزنا ما كان عالي، ممكن يكون الطفل كونه صغير يعني، فما كان فيه أشياء واضحة زي ما كانت بعد 2.5 سنين، صارت بشكل أوضح ويعني واضح جدا يعني. صحيح. تمام، هذا يقودنا إلى السؤال الثاني. لما حسيت أنه طفلك عبد العزيز في أعراض تشير إلى أنه نموه غير طبيعي أو في اضطراب أو مشكلة ما، كيف تم تشخيص طفلك عبد العزيز بالتوحد؟ والله بعد ما احنا شفنا هذه الأشياء أو الأعراض موجودة على عبد العزيز، قررنا أنه احنا نوديه المستشفى ونشوف كيف أو إيش هذه المشكلة، هل هي مؤقتة هل هي دائمة. فكان إحدى الاتجاهات أني أروح المستشفى، ودخلت على طبيب أطفال وقلت له عندي عبد العزيز، أنا ما أدري أحس أنه في شيء. فقال لي طبيا هو ما في شيء، ولكن ممكن يكون عنده بعض الأشياء أنا ما أقدر أحكم عليه، ولكن لازم تتوجه إلى مراكز خاصة بالتأهيل. كيف التأهيل؟ قال في بعض الأخصائيين لهم علاج وظيفي إلى آخره، هذول هم الناس المختصون بهذا الجانب. فبحثت وجدت مركز أيضا كان قريب، ولما رحت لهذا المركز قلت لهم أنا عندي طفل كذا كذا، فحددت موعد وجيت أنا والأم، وتم تشخيص عبد العزيز أنه عنده طيف التوحد وبحاجة إلى تدخل مبكر. قلت خير إن شاء الله، أعطوني تقريركم، وأعطوني التقرير وأيضا ما ارتحت، فرحت فتحت له ملف في المستشفى الجامعي. ممتاز. بداية بس خليني أرجع شوي على وراء. المركز التأهيلي كان يقدم خدمات التشخيص صحيح؟ جميل، وكان يقدم العلاج والتشخيص. ممتاز. كان يقدم العلاج والتشخيص صحيح. فأيضا بعدها ما حبيت أني أركن على تقرير واحد، قلت يمكن لازال أبغى أطمن أكثر. والحمد لله فتحت ملف في المستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، وكان الدكتور خالد البطي والدكتورة فاطمة وكان عندهم 2 أيضا من الأخصائيين. حجزت موعد والحمد لله، حتى الموعد كان بعيد بس الحمد لله ربي يسر وتم دخول عبد العزيز، وتم تشخيصه أيضا أنه عنده طيف توحد وبحاجة إلى تدخل مبكر، وبحاجة أنه كان أذكر أنه مصرفوا له اللي هو الريسبيدال، ولكن كان الريسبيدال بالنسبة لي مخيف لأني قرأت عنه كذا.
فممكن اذكر مره واحده بس استخدم عبد العزيز ريسبيدال وبعدها انا وقفته. وفعلا توجهت للمراكز، طبعا الدكتور التركي قال لي في مراكز كذا كذا، لاني قلت له انا ما اعرف ولا ادري ولا، وفعلا ما كان في شيء واضح انه في مراكز او في اي حاجه. وفعلا دخلت مركز يعني يعتبر جيد وليس الطموح ولكن شيء جيد. استمر يعني عبد العزيز فيه، كان يداوم فترة مسائية السنة الأولى لأنه كان العدد كبير جدا في المركز، وتقريبا جلس 4 سنوات عبد العزيز في المركز هذا، وبعدها حولته إلى مركز حكومي. ممتاز. فكانت رحلة بحثك عن مركز مناسب لعبد العزيز كانت عن طريق سؤال المختصين، فما كان في وفعلا مثلا أيوه فعلا ما كان في اي مثلا، يعني حتى انا اذكر انه كان، اذكر ذيك الفتره كان الدفع الاسره هي تدفع، فما كان في مراكز، يعني ما كان في مراكز معروفه او في قائمه زي ما يقولوا، زي اليوم الحمد لله في قوائم موجوده من وزاره التنميه الاجتماعيه، موجوده القوائم، بس سابقا ما كان في هذه القوائم، جدا كان مفقوده. ايضا كان مفقود أشياء كثيرة سواء كان على مستوى الكادر أو على مستوى الجهات. صحيح. فسابقا حصولك على المعلومات عن المراكز كانت نوعا ما صعبة. فعلا كانت بمستوى شخصي أو فردي، يعني ما كانت بمستوى مثلا منظومة أو جهة، أو ممتاز. كانت مستوى فردي، سؤال يسأل الناس، يسأل الناس. وحتى أنا أذكر أيام أول ما دخلت عبد العزيز كنت أسأل كثير الأسر اللي موجودة أولادهم، يعني أكثر مني أنا أسأل أي جهة أخرى. يعني اجتهادات شخصية كانت نوعا ما. فعلا كانت اجتهادات شخصية. وبالنهاية أبو عبد العزيز نبغى منك نصيحة توجهها لكل أب وأم لديهم طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد. والله إن شاء الله أنها تعتبر من القلب للقلب، وهي كثيرة، ولكن نحاول نقول الأشياء، ممكن الأشياء اللي إحنا صارت لنا ما نبغاها تصير لهم او يتجنبوها قدر المستطاع. اول حاجه انه هذا نعمه من نعم الله علينا، سواء الطفل او الطفله، هذول نعمه لا تقدر بثمن، جميلين بشكل فظيع، خير علينا. النقطه الثانيه ننتقل من الخوف الى العلاج، يعني مو خلاص نصير نخاف عليهم، نقفل الابواب، نصير نخاف عليهم ما يطلعون للمجتمع، نصير نخاف عليهم ما نعلمهم اي شيء، هذا غلط كبير جدا. نخرج من دائرة الاتكالية، أن يعني دائما يتكل على الأم أو يتكل على الأب سواء في حياته اليومية في أي حاجة، إلى الاستقلالية. إذا كل ما إحنا دربناهم، والتدريب هو أهم بكثير من أي حاجة، الأخصائيين الحمد لله في هذه الفترة أصبح عندنا كوادر سعودية كثيرة، بالإمكان التواصل معهم. سابقا أذكر ما كان أقدر أتواصل مع أخصائي، ممكن كان يفصلون المركز لو تواصل معي. الآن الحمد لله مواقع موجودة، الوسائل موجودة، الفرق التطوعية لهذول الفئة أيضا موجودة، كل الأشياء متاحة، بس ما عليك هو الأب والأم يؤمنون ويرضون بهذا النعمة اللي لهم، بالإضافة أنهم ينتقلون من الاتكالية إلى الاستقلالية بقدر المستطاع، لأنه كل ما كان الطفل مستقل بنفسه في خدمة نفسه في حياته. أيضا الرحمة، لن نرحمهم رحمة مفرطة، لأن الرحمة المفرطة أيضا مضرة أكثر من إن لها أي نتائج إيجابية. فنركز تركيز كبير على إنه الرحمة المعقولة، يعني لا ضرر ولا ضرار. فالاتكالية ما يتكلون علينا كثير، الخوف المفرط، الرحمة المفرطة، أيضا لابد أن يمارسون الأشياء بشكل طبيعي، سواء اللعب، سواء التسوق، سواء أي كان. إني أنا أحصرهم وأقيدهم هذه على مستوانا إحنا مقلقة، فما بالك على طفل عنده فرط حركة أو عنده أيا كان. كل شيء له علاج، كل شيء له طريقة معينة، ولكن لازم نعرف إن الطفل يروح المركز 3 ساعات، ممكن الأخصائي يغيب ما قدم له شيء، يمكن الأخصائي عنده أطفال كثير، عنده أيا كان. لازم نعرف ان المراكز والاخصائيين هؤلاء يعطونا مفاتيح، الطفل يجلس في البيت 18 ساعه بينما في المركز 4 ساعات، وخاصه انه نعرف ان مزاجاتهم متقلبه، فممكن يقعد لك 2 3 أسبوع ما راح يتقبل اي شيء لانه مزاجه مختلف. فكل ما احنا كأم وكأب تعلمنا وتدربنا، ايش ندخل اليوتيوب، ممكن ندخل نتواصل مع الاخصائيين،
ممكن انا احضر مع ولدي، ممكن الام تحضر، حتى نتعلم احنا اشياء نعلمهم فيه. اما اذا احنا نفكر ان المركز عنده عصا سحريه في العلاج، فهذا مستحيل جدا. الطفل في البيت يقعد 6 شهور بدون دراسه، الطفل في البيت 18 ساعه يوميا. هذه الاشياء كلها لابد نعرف انه الدور علينا. ايضا اشراك الاخوان، لا نقعد نعزلهم عن اخوانهم، اشرك اخوه انه يعلمه، انه يلزمه. يعني مثلا انا عندي وسيم يعرف عبد العزيز، اذا رحنا الاسواق هو المسؤول عنه، هو اللي يلاحق، هو اللي يجيبه، هو اللي صار، حتى صار يخاف من وسيم. يعني صار وسيم بالنسبه له، مع انه اخوه اصغر منه فرق يمكن 5 سنوات 4 سنوات، لكن خلاص اصبح عنده انه يعرف وسيم اذا لحقه لازم يرجع. فايضا اشراك، يعني سواء واحده واحده نبدا التوسع حتى على مستوى الاسره، نعودهم عليه الصور مثلا، اني اسوي اوري صور جده وصور ايا كان. هذه الاشياء كلها تساعد في انه يحفظ الاسره. ليش؟ لانهم كل ما احنا صرنا قريبين منهم كل ما كان النتائج ان شاء الله افضل وافضل باذن الله. لكن لا نلوم الزوجه لان عندها 5 4 3 اطفال، ولا نلوم الزوج لان عنده ايضا يبحث عن الرزق الى اخره، لكن في الاخير هؤلاء مسؤولين احنا عنهم. وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. شكرا لك أبو عبد العزيز إنك شاركتنا تجربتك وخبراتك مع طفلك عبد العزيز، الله يخلي لك. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. وفي أمان الله.